يا بني أنت لجي لا تقصص رؤياك على إخوتك إيهن هالمهن لو انجموت شندات نكرات جو فيكيد لك كيدا تنكل ياسر البال دبايس البال وكذلك مكننا ليوسف يوسف نم اندزيو اسم الجنوة قبسن اندي مروات هذا الرجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقعدك هنا من يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشا سلم الدقه في هنا قرانا يتملكتن اندهون نبياتوچ سنان بتهكس يدرسو تعالى. وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام لجاچو نبينا ولجاچو عند حلم ميغرم حلم يعني اشاره يا اهل بهلمو حلمو يا ايو حلم مندنو 11 كواكب توچ صحينا جرقا سجود سيوردولت يا اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين جرقا صحاي كواكب توج سجود سيوردولت بهلمو يا لاباتاچو متونا يا ابتي اباتي اني انداينت حلم ايوالوچ نبي الله يعقوب ايهن حلمه اندفلك كاورو لمانم بتناجر مانم ما يدرس مني يا نبي لجارل حلالوت من قالوت يا بني انت لجي لا تقصص رؤياك على إخوتك إيهن هالمهن لو انجموت شندات نكرات شو فيكيد لك كيدا تنكل ياسي ربال دبايس ربال إنيا أسرع عندنا شو وانجموت شو تقبابان إنيا لو رفيتي سقدو لنيا لبلو يتناقرانو بلو حس دي قابات شو بانتلي تنكل ياسي رسلامي شل يا بني لا تقصص رؤياك هلمهن انداث نقراتشو يسي سببون أدرسان هلمهن بمشفن سببون أدرسان جي أنت نبي لجال الله ما إنك هل يهم هلمه لو دفيت تلك سون دمتون يعملك كثالنا أبشرات تفرع لانت لا تقصو السبب يسدبكو كزيه ما الفو نبي الله يعقوب يوسف اندالوت يفروت نقرا الكرم وندموت حيست استقبونا قرقوادو استجمروت كبرقوادو موتو تشتا بچا يوسف طفاچو كزام يوسفن فلگانا اگريتم درك متطات سلنبره اهل فلگا لجوچاچون سيلكوت 11 ميامرو وطاتوش نبرو عند مكر سطاچو سبب ان يدرسو من علواچو يا بني ان انت لجوچي لا تدخلوا من باب واحد باند بر تسبسباچو غابلاچو اتگبو وادخلوا من ابواب متفرقه تنطاطلاچو بتلياي برغبو علواچو مفسروچو من يلالو اندياالو بت مكيات نبي الله يعقوب عليه السلام لجوچاچو ينبي لج سلهونو يامرالو طمو بت نبراچو يسو عين انداطقاچو بلهو نو يلالو مفسروچو ليلوش دمو منالو اي كبوليتيكا يتيازا گوداي تسبسبو اندلي سيگبو يميس ريگبس اگر نغوس ليلا تنكون انداسباچو بلهو نو يلالو يهم هنا ياگن سبب اندياادرسو نگرواچو منالواچو لا تدخلوا من باب واحد باند بر انداتگبو وادخلوا من ابواب متفرقه تنطاطلاچو بتلاي برگبالو گن ايهن سلاچو سببون ادرسو نو انجي وما اغني عنكم من الله من شيء كالله زند متقماچو منم نگر يلم ان الحكم الا لله فردو لله نو عليه توكلت الله لي بتشا تدقف يالو وعليه فليتوكل المتوكلون تمكيوچ بسو لي بتشا يمكو علماء منالو وهنا وهنا يكون التوكل حقا سببنا درسوا دي بلاچو گبو دي بلو ممر ياسطو ار سبب نيه كزي بحالا توكل تكلي منالو تككلنيا با الله ميدگفو سوچ بسو بتشا يدگفوا سببون گنا درسوا لجاچونم يوسف الصديق نبي الله يوسفن بنملكت الله سبحانه وتعالى كتنبروبت يسر بيت يوتا وطاچونا يميسر نغوس ادرگاچو تقلا تلك مينستر ما درجاتهم وكذلك مكننا ليوسف يوسفن اندزيو اسمچنوا جبسن اندي مروات ادرگه يعني اساتچو زمن سر بيت است يالو نغوس كمهوناچو تلك ماري كمدرگاچو فيت نغوسو عند حلمه يايو حلم مندنو سبات كستا بريوچ سبات وفران بريوچن سيبلوا هي يزين ترغم حزبون تيكو بيتيك
ሊያቆለት አልቻለ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 ጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የራሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የራሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጪ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉስ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለ ዩሱፍ ያን ፕሮግራም አውጥ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንደያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንደወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ምን አደረጉ ለሰባት አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉ 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማአሱምቡሊ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘንህን ትንሽ ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል منالو ثم يأتي من بعد ذلك 70 شغال يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ለናንተ እስቲህሳን يعني ادخار ከመታስቀምጡት ውጭ ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد ይሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው ተቀመጠው ይወጣ ተመጥቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማች ከነዘለለው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሰሙሉ ተበልቶ አላለቀ ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች ምረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው الا قليلا مما تحسنون ጥቂት መቅረት አለበት አለ ዝናብ መምጣት ዋጋ ይኖረው እሺ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል አላሁ አክበር ተኽጢት ዐጂብ ሚገርም ስርዓት ነው ለሰባት ዓመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተ ውል 7 ዓመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ሳ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩ ያስቀሩት ደሞ እስቲህሳን ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንዳዲስ ሰላም ሰፈን አገራቸው ላይ እና ይህ ተኽጢት ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መሪሙ ስዲቃ መሪም عليه السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትስ ያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መሪም እንደምታቆት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فاجا اخل مخادو الى جذع النخله متو يغفترات كدرق يتمرزاف لهدا تدغفچ متو صنابات دنگلنات لغا وطاتنات اوالاج سو كغونو يلا اجوان غروان ميزات انكو بتشوان مت جناتوش تاقوتالاچو يمتن كبادمت بتشوان اماتچ دكمچ راسوان اسكتل ادرس مچرشا عيسان ولدچو وكولي واشربي وقري عين بي تجي عين شلجش لا يصرف يالا علماء من يلالو بقرات هايل مريم عليه السلام سبب ما درس على بطارا هي سن سبب ما درس يا نبياتوش سنه نو شاعر الاسلام من يلال لو شاء الله ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب اللهكو زمرو لي مغبات يفلكس انكساكش ساي لي مغبات يشيل نبر جن سبب ما درس كله نغرغا يتياز الله سبحانه وتعالى تفطر صفطرات سببن كموسبباتو غا بما يياسنا ان شاء الله يا قراننا يا قرانن استمروا تسمملكت قران الله سبحانه وتعالى قران لي سببن يتفطرون حق اكبرن سببن ادرسن دن هل يزنال القران يامر برعايه الاسباب قران لي هنا مناغنيو واعد لهم ما استطعتم من قوه الى تشال كهيل يشالاچوتن يال تزغاجولاچو ومن رباط الخيل فرسوچن بمغالب مسار بمازق تزغاجولاچو نيا مؤمنوش نن جيتاچن الله نو الله يردانا لا ميبال نغير يلم سببن ادرس كلو نغير يزو الله سبحانه وتعالى على السبب مسرات يجلال نغركم فيكون جن عززنا عباده سبب ما درس راسه عند الصلاه عند الصوم عباده نو ما درس ما شال لبنا الله منال واعد لكم لطلاتو تشاجو تزغاجولاچو ما استطعتم من قوه
የምትችሉትን ያህል ከሃይል ተዘጋጁላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄው ተጨባጭና እንዲህ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ ሚባል ኪታባቸው ላይ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ላይ ኡሁድ ጦርነት ላይ ሁለት ዲር አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ ሁለት ዲር አድርገው ለብሰው ነበር ይወጡት። اذن የሙእሚኖች አቋም ምንድነው? نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃና ጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን። سبب እስከጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ ይችላል እባክህ ይሄን የሙእሚን አከሄድ። روى الترمذي من حديث أنس أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام سكير لي قبان أبر من هلا تشو أنت يا الله ملك تنياوي يتشن قملين ልፍታት ለቅቅያት በአላህ ልወክል ልተዋት መሬት ያላህን እሱ ያላህናት አላህ ይጠብቅልኛል ወይስ ልሰራትና በአላህ ልወክል አላቸው። ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ለእሱም ለኡመታቸውም የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡ። ምን አሉ? ኤዕቅልሃ ወተወከል እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አደርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለሁ በአላህም እወክላለሁ ይላል። ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው። توكل مالت الروح التوحيد يا توحيد الله عندي ما درك روح يهونو هيوتو يهونال ولبي عقائد الإسلامية إسلام أمنة عقيدة وش لبس لهونو توكل نورال يتوكل أبزانيو تشاتش زنجتنوال وين بتككل على تردانو بالم الردات أتشنم يسون فريتك ودشمون على تشلنم زاري الله سبحانه وتعالى فقدك هنا نتحدث عنه إن شاء الله. فضل التوكل يتوكل فضل درجة من دنه. التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب. توكل كلب عبادة أملك وتشست تلك درجة من ستونه. وخلوق من أخلاق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبار وتشست تلك درجة من ستو توكله الله سبحانه وتعالى لبجة مدقف راسك الله سبحانه وتعالى مستت. بل هو كما قال إمام ابن القيم كزيما ألفو إمام ابن القيم من دالوت التوكل نصف الدين. توكل يدين الإسلام دين قماش لو يلالو. ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآن اندال لداس سكوت يلالو يا قرآن ملك استمرت سجمكو يا قرآن ملو ملك سورة الفاتحة لأقنيو تلالو الله أكبر يا سورة الفاتحة عندما جمك إسايو يا سورة الفاتحة عندما ملكت إياك نعبد وإياك نستعين أنت بتشا نجزهل أنت بتشا بانت بتشا نتجزهل كذا تشيلا يا قرآن مولو جمر ملك سيزي استعينو تلالو بنور كي سلزي هالو والتوكل استعانة توكل استعانا ملونيزال والإنابة عبادة إنابة ودع الله من ملس ملونيزال عبادة ملوني تكالي لالو يهين استشهاد بمنا درقو بنبي الله شعيب قول عليه توكلت على شعيب وإليه أنيب ودع الله تدقف ودع السم من التوكل استعانة توكل زيلي استعانا ملونيزال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامنا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاته أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاته وتوكل على الله أنت محمد بقيت أبا الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقف كما تدقف كل الله بكحل. أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وشنم يدين الإسلام تكتا وشنم بأ الله بتشان يدقفو الله عززاته قرآن لي قال الله تعالى الله من على الله الله لا إله إلا هو كالسوج يتيلم وعلى الله بأ الله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنان وش بأ الله بتشان يدقفو توكل
يتككلن يا مؤمن مجلج أبهر يدرق الله يجلس على القرآن لي. فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلن يا لهون مؤمنا نج مجلج أبهر يدرق الله سبحانه وتعالى كزيه مقراف لي من إلى الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إنما متلوش بعربين يا قوانقوا عادات حصرين تبالتك النزيه انجي ليلة دلو مالتان. إنما المؤمنون مأمنان مالتكو نما الناتشو الذين إذا ذكر الله الله سوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدركت نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سنببو زادتهم إيمانا إيماناتشو زادتهم إيمانا إيماناتشو يجمرا قرآن سيسامو حاضر سيسمو يا الله نقدر سيسمى إيمانك يبرتل ليلا بحر يتشو من أمدى وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو بيدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ما يقومات ميسقدو أثار الله ما يقومات استكاكل وقتان خشوعا أدوان تبكو ميسقدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناتشو سقادمو إلى قسالو أولئك يمسفرت يعمالو سوى هم المؤمنون حقا تككلن يا مؤمنو شمالة النزينة أيه الله سبحانه وتعالى تككلن يا مؤمن مالة النزينة إنما بمني جمارو نزين جليلو تشاهد مؤمنوش كالنزي بهاريات اسم القلزة وعلى ربهم يتوكلون ودى الله سبحانه وتعالى بتشامي تكفونا تشوف بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلن يا إيمان اللو لما ببالو مقلج بحر يدرقوتال إيمان كلالة توكل كلالة إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله على الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بقى الله مننا الكالاتشو بس بتشا تدقفو والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بقى عندنا قال لي تنتلتل السسولك عبري وركال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كلل إيمان لم إلى الله سبحانه وتعالى يتوكل تلك درجة نعلو إذن توكل عندنا الدرجة كلو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيت يوم تجبعت لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي من مكات مالتنا حقيقة التوكل من جنة بزو تشاكين يالتردان ونتفهين إن شاء الله يتوكل تككلن يا مقلجو معنا ومن جنة تككلن يا توكل مال الترقم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى لي مدقف كن سببنا درس يسي سبب انت درس الله ميقباون زقج تدرق الله كذاك الله سبحانه وتعالى لي تدقف الله علماء من الالو وحصل للناس فخم خاطئ لهذه العبادة لا توكل مبالو الله اني مقزات هينت سوج يتساسات قنزابي زوال الالو علماء وجه فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش جنك الله تليال لو يتوكل معنا أن لا يتناول الدواء مدانت على موسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدن بعلمات بدن بعلم أمار ويقول أنا متوكل أنا عطو الله إني الله أنه متأرى باك بأ الله تمكت شلال قال العلماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تسعسات نقرر تككلن يو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله بتسران بمنتهى القوة كما جرش يا هل في السامي درس كأنه ليس هناك توكل لك توكل يلا ميتبع لك يمثل بأكال سبب تدرس سكتش أفدرس كذابها لسا وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح كذابها لا الله سبحانه وتعالى لتدقف له لك يا درسك وسبب لما يتقميها تقبابا الله سبحانه وتعالى لي تدقف له من السبب على درسك يعني سبب بتككل تدرس لك الله لي ما توكل اسكي ما سل درس علماء من قالوا القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلب أكاله سبب يدرس لي سرال مركاته توتال تكفر الله تطن الله تقرط الله
ايه اكل الجوارح ايه نسرا قلبه هسه لك سبب على درسك الله سبحانه وتعالى تنطلطل الله اكبر من يالو تشاچنا مين بتكل فهم يا درقنا والجوارح تاخذ بالاسباب اكلات اسبابوچن يا درسال ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو نغير يفلقا يسرا ليقفرا قلبه دموك ود الله سبحانه وتعالى بتشي قرط بتكلهم فهم ارغاچوتال توكل تلكلنيو اكل السبب يا درسال قلبه دمو سبب على درسكار ود الله تتقال بتكل مردات على ابني توكل معنا قال سهل بن عبد الله سهل بن عبد الله مبال تلك عالم من يلالو من طعن في الحركه فقد طعن في السنه حركه تنكسك سبب ما يلم ياله سنه لي هي ساقر والتجتون سنه يا نبي سنه ومن طعن في التوكل توكل دمو يتجسو يطعن يا درجسو فقد طعن في الايمان ايمانا يوجز يتجن ايمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاچو نو والكسب سنته اسباب مدرس مكس مسرات دمو سنناچو نو فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاچو عند ود الله سبحانه وتعالى موكلاچو نيا زسو سبب ميزو نبرنا سنناچو نم ايرسايلا ايه اتخاذ الاسباب سبب ما درس باكله سنه الانبياء يا نبياتك سنه فلقنا